بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يرى الميت لحظة الموت؟ هذه قضية خطيرة جدا أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم اكتشافا علميا خطيرا يجب على كل واحد منا أن يعلمه، يجب على كل واحد منا أن يدرك ماذا ينتظره بعد الموت. العلماء في جامعة ميشيغان الأمريكية يقولون إن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة. طبعا فريق البحث لديهم قام بمراقبة نشاط عدد من الأدمغة الخاصة ببعض الكائنات، لأن مثل هذه الدراسات أيها الأحبة صعبة على الإنسان ولكنها سهلة على الكائنات الحية مثل الفئران، والتي تعطي نتائج شبيهة بالبشر غالبا. فعندما قاموا بتجربة على أدمغة فئران التجارب، ماذا وجدوا أيها الأحبة؟ وجدوا أن هناك نشاطا غير عادي وغير مسبوق يحدث في المنطقة البصرية من الدماغ. استدلوا من خلال هذا النشاط على أن الميت يرى أشياء غريبة لأول مرة يراها، لأن النشاط غير عادي، نشاط يعني غير مألوف غير طبيعي. لقد سجل العلماء في هذه الجامعة إشارات بواسطة الأقطاب الكهربائية لقياس يعني النشاط في منطقة الإبصار في الدماغ. الحقيقة وجدوا أن هناك نشاط زائد بشكل كبير جدا في هذه المنطقة، مما يدل على أن هذا المخلوق يرى أشياء لأول مرة يراها تؤدي لحدوث هذا النشاط الغريب من نوعه. العلماء طبعا عرضوا صور تتعلق بهذه المنطقة التي تتوهج بشدة أثناء الموت. طبعا يمكن أن أريكم هذه الصور التي يعرضها العلماء في جامعة ميشيغان. طبعا أيها الأحبة، أنا أعرض الآن أمامكم أقوال العلماء حرفيا. يعتقدون وبشدة أن هناك حياة من نوع ما بعد الموت، ولكن يجهلون ما هي هذه الحياة. لذلك يقولون إن العلماء الذين أجروا هذه التجارب وجدوا من خلال الأجهزة التي تقيس نشاط الدماغ أن الدماغ يبقى في حالة نشاط لمدة 30 ثانية بعد الموت. طبعا هناك تجارب أخرى قام بها باحث اسمه وسام بيرنيا. هذا الباحث وجد أن النشاط يستمر لنصف ساعة، ويقول ربما أكثر، ولكن أجهزتنا لا تستطيع إلا أن تقيس الترددات التي يطلقها الدماغ الكافية لالتقاط الإشارة، وإلا الأجهزة لا تستطيع أن تلتقط الإشارات الدقيقة جدا التي يصدرها الميت بعد موته بساعات. وربما تتطور أجهزة القياس وأجهزة رصد هذه الموجات لتدرك أو لتكتشف في المستقبل أن الميت يبقى في حالة يقظة أو نشاط، أو يرى أشياء ويسمع أشياء بعد أن يموت حتى بفترة طويلة. الحقيقة أيها الأحبة، أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي FMRI بيّنت أن هذه المنطقة تنشط بشدة، مما يدل على أن الكائن يرى أشياء غريبة لحظة الموت. طبعا أيها الأحبة، أنا لدي آية عظيمة أحببت أن أتأملها معكم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقون، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ماذا تدل هذه الآية أيها الأحبة؟ آية غريبة فعلا. القرآن هنا يريد أن يقول لك إن الميت يرى أشياء مذهلة وغريبة، و يعني تحدث لديه ردود فعل غريبة جدا.
اسمها نظر المغشي عليه من الموت. فالإنسان الذي يغشاه الموت أو يقترب منه الموت يرى أشياء بصورة غريبة جدا لأول مرة يراها. فهنا الآية تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض عندما يأمرهم الله بالقتال ينظرون إليك وكأنهم لأول مرة يسمعون أو ينظرون إلى هذا الخبر أو إلى هذا الأمر الإلهي، وكأنهم يعني يرون أشياء غريبة لم يعهدوها من قبل. يعني ماذا تقول؟ هكذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا الكلام الذي تقوله؟ إنه كلام غريب، كلام غير مقنع، غير منطقي. ينظرون إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نظر المغشي عليه من الموت. هنا إشارة إلى أن الإنسان الذي يغشاه الموت منطقة الإبصار لديه ترى أشياء غريبة. فعبر القرآن عن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض عندما تنزل سورة محكمة ويذكر فيها القتال يفرون ويهربون من هذا الأمر، من تطبيق هذا الأمر، وينفرون وينظرون إلى النبي كأن يعني هناك شخص يموت وينظر نظر المغشي عليه من الموت يرى هذه الأشياء الغريبة. المهم أيها الأحبة، الملخص أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يكرهون القتال. لماذا؟ لأنهم يكرهون لقاء الله عز وجل، لدرجة أنهم ينظرون للنبي الكريم لدى ذكر الجهاد والقتال في سبيل الله نظرة تشبه نظرة المشرف على الموت، وهي نظرة إنسان يكره الموت، لأن الإنسان لا يحب الموت بطبيعته، يرى أشياء غريبة لحظة الموت ويكره مفارقة الحياة. كذلك هؤلاء المنافقين يكرهون الجهاد مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هنا القرآن يربط بين الموت وبين النظر، أي أن المغشي عليه من الموت يرى أشياء غريبة. طبعا هذا الأمر يحدث في منطقة الإبصار لدى الميت، هو بالضبط ما كشفه العلماء. فهذا الاكتشاف الذي يؤكد أن منطقة الإبصار تنشط وتتوهج بشدة قبيل الموت خلال غشيان الإنسان الموت، هذا الاكتشاف أيها الأحبة يؤكد أن الموت ليس كما يدعي الملحدون أنه ظاهرة طبيعية تعني الفناء أو تعني النهاية. لا، هذا الأمر يؤكد أن الإنسان بعد الموت يرى أشياء غريبة ويرى أشياء يعني لم يرها من قبل. طبعا الجواب لدينا في القرآن، الملحدون يقولون أشياء غريبة ويقولون إن الميت يرى أشياء ويسمع أشياء ولكن لا يعلمون ما الذي يحدث. نحن نعلم أيها الأحبة من خلال كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنبأنا ماذا يحدث لحظة الموت. هناك موقف لهؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض، الظالمين المعتدين على الناس الذين يأكلون أموال الناس، الغافلين عن الله تبارك وتعالى الذين يغوصون في الفواحش وفي الكفر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. إذن هذه الآية تصور لك، تقول ولو ترى، إذن هي تتحدث عن رؤية. لو أن لديك أو لو أن العينين يمكن أن تريا ماذا يحدث لحظة الموت لرأت هذا الموقف. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. إذن الميت أو الذي يشرف على الموت قبيل الموت أيها الأحبة، كل واحد منا سوف يرى الملائكة. أنت في الدنيا لا تستطيع أن ترى الملائكة، ولا تستطيع أن ترى الجن، لا تستطيع أن ترى مثلا الأمواج أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية. الله أعطى للنظر مجال محدد. لحظة الموت سوف يختلف هذا الموضوع تماما،
دماغك سيكون قادرا على تحليل هذه الموجات غير المرئية التي نحن لا نراها، وسوف ترى أشياء لا تستطيع رؤيتها في اليقظة أو في الدنيا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، سوف يرى كل واحد منا الملائكة، ولكن كل واحد حسب عمله. الظالمون يرون الملائكة بأسوأ صورة وأبشع صورة، وتكون هذه الملائكة عنيفة جدا معهم، تأتي بشكل عنيف. والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن أيها الأحبة، لحظة الموت لحظة صعبة جدا على الملحد الذي طالما أنكر وجود الملائكة وأنكر وجود الخالق عز وجل. سوف يرى الملائكة لحظة الموت، ماذا سيفعل في هذه اللحظة؟ إنه لا يستطيع لا الكلام ولا الحركة ولا أن يخرج نفسه، ولكن في دماغه تحدث نشاطات هائلة جدا في منطقة الإبصار تدل على أنه يرى أشياء لأول مرة يراها. طيب، المؤمن ماذا يرى؟ سوف يرى الملائكة ولكن يراها بأجمل صورة. قارنوا معي بين هذين الموقفين أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هل أنت مستقيم الآن؟ هل أنت صادق في تعاملك؟ هل أنت تكرم الآخرين؟ هل أنت تعبد الله حق العبادة؟ هل أنت على هذا الطريق المستقيم الذي رضي الله لنا يعني وهو الإسلام؟ إذا كنت من هذا النوع، الله تبارك وتعالى يخاطبك ويقول لك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن المؤمن سوف يرى الملائكة أيضا ولكن بأجمل شكل، ويحدث في دماغه هذا التوهج وهذا النشاط لأنه لأول مرة يرى مثل هذه المخلوقات الجميلة الرائعة، وهي الملائكة التي تأتي لتبشره بالجنة وتبشره برضوان الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.